شو قلت أبو شوكات؟ أبو شوكات سيدي، أبو شوكات أبو مير. سيدي مثل ما قلت لك، أنا شفت واحد من زعران حارته الطبع عم يتمشى بصقاء قريب من الكراكون يا سيدي. مي كمو كمو، كيف واحد بيطلع من الحاغرة والحاغرة محاصرة؟ كيف؟ ما بعرف يا سيدي، أنا شفته بس. أبو شوكات، لا تكون أنت غلطان أو مشبع علي لهاد. أعوذ بالله يا سيدي، أعوذ بالله، أنا شفته بعيني هدول بياكلوا الدود. طيب إذا صدقنا هالحكي اللي عم تقوله، شلون حسين هذا اللي عم تحكي عليه يطلع من الحارة؟ الله أعلم يا سيدي، ما بعرف يا سيدي، بس يا سيدي هدول جماعة حارة الطبع سألني إلي، سألني إلي، سيدي هدول مثل بسم الله الرحمن الرحيم، خوايين، حفاري، جاني يا سيدي، بلحظة بيطلع بخريتك، بلحظة بيختفي، شلون؟ ما بعرف يا سيدي. طيب أبو جودة، تسأل على شغلك أنت ونحن بنشوف الموضوع. حاضر يا سيدي، الله ياخذ بيدكم. احتراماتي. سيدنا شو رأيكم بالموضوع؟ شو رأيي؟ رأيي إنه هدول المخربين خربوا له عقله وقت هجموا على الكوميساريا وأطلقوا عليه النار. معقول أبو جودات عم يتهيأ له شغلات ما له وجود؟